شوط ورد مش تستات انت قلبت حبر. قلبنا حبر بتطلع الصوره زي الفل كده. تمام تمام في الاسود بالذات يعني. بعد كده الالوان كنا نقلب حبر ما كانتش تقرا خالص كتير او ما تديش الدرجه دي خالص يعني. هي وصلت الدرجه دي بعد ما عملنا ايه؟ قلبنا حبر صح؟ لا قلبنا حبر وزودنا ضوء البراد. زودنا ضوء البراد جوه التانكات يعني المكنه كانت ناقصه ضوء البراد. حط نوعيه حبر وحشه ده تمام. قفل علامه الحبر عشان كانت جايبه له علامه حبر اسود والسكه كانت مسدوده. فطبعا صور من غير نزول حبر كتير من غير نزول حبر كتير فقلب الديفولبر. زودنا الديفولبر الدنيا ما ظبطتش. قلبنا حبر لقيناها ظبطت تمام. كنا عايزين نثبتها على كده بقى بس ما ظبطتش تمام. عملنا 30 يعني 13 لا انتوا جربتوا كميه يعني لقيتوا بتقل تاني تمام. فاحنا عملنا ظبطنا الصوره وامننا على كميه الديفولبر وكل حاجه. بعد كده عملنا 30 30 انتوا قستوا ايه؟ وزنتوا الديفولبر ده اشتغلتوه عن ما وزنناهوش بقى للاسف. لا عشان كده قلت له طب حاول تزود شويه كمان. لما زود الديفولبر الدنيا ظبطت بس لسه على اخر وضع ليه بيقول لي بعت السنه تاني. طب ما تجرب اكتر من ورقه. طيب يعني ورينا هتوصل لغايه فين يعني كده. الوضع اللي انتوا وصلتوا ليه دلوقتي ده كده وضع حلو. ما انا عارف ادي بقى مع عشان نشوف هتثبت على دي ولا لا. ممكن نوعيه الحبر تدي معاه بهتان او ممكن تدي معاه اوفر تونر بس ما اعتقدش. المكنه بقى لما تبتدي تدي علامات حبر على صوره كويسه انت كده بدات تمشي في الطريق الصحيح. بسم الله ما شاء الله الاربع الوان ده حلوه جدا. يبقى كده المكنه القراءات بتاعتها بدات تفوق لنفسها. عملت برنامج جديد. تراكم بقى الخطوات ورا بعضيها اللي انت بتعملها ده شيء طبيعي. يكون انك انت استنتجت الديفولبر قليل زودته شويه لا عايز يزيد شويه كمان تمام. قلبنا حبر الصوره طلعت كويسه. ممكن قبل ما تسبق الخطوه بتاعت الحساسات اللي هي علامات الحبر اشتغلت والكلام ده كله فانت كده التهيئه بالنسبه لك يعتبر. طب معلش هو ليه ده اللي ياكد لك بقى الموضوع ان بعد يعني دي كده بتقول لك الحبر قرب شويه وكام ورقه وهتديك ان الحبر خلاص. الفيصل بقى بتاع لما تفتح الباب وتقفله وتعمل عمليه تعويض للحبر هي من الازايز ان هي توقف وتقول لك خلاص الحبر اتبقى تمام. الحبر وصل للتكات تطلع صوره الاسترايك. بس كده مش محتاج تجرب ورقه تاني كمان زياده كده. انت تعرف شايفين الفزر هنا كويس والالون كويس. الناحيه دي بص الفزر دي مش حلو. ما ممكن تكون اصلا نسبه النزول مش مظبوط. ما هي ما كانتش مظبوطه ده يعني ده كده متفق عليك. كون ان الديفولبر قل في التانك معنى ذلك ان هو ادى قرايات غلط. قرايات غلط تفيد بايه؟ ان هي تقلل كميه الحبر اللي جاي. كل ما الديفولبر يقل تطلب حبر اقل الصوره تطلع بهتان. لازم الديفولبر يبقى في وزن المظبوط بتاعه. طب لو زودت الديفولبر بقى عكس تطلب حبر اكتر ما مش هيبهدله قوي النقطه لان الديفولبر وهو طالع من مع مع الرول ماجنتيك عادي تعالى بالمره كده معلومه حلوه. الديفولبر في دكتور بليد بيحدد الكميه اللي طالعه اللوبشنات اللوبشنات بتاعت الوش والظهر والحاجات اللي بتبقى هنا معايا في اوبشن فيوم يعني. انا بص الكراسه كانت كده اهي جبت الصفحه الثانيه وسكتها بنفس العدله حطيت الورقه معدوله تمام. فصورت الوشين معدولين طلعوا لي واحد كده وواحد كده اللي هو خدها خدت بالك كان عشان يطلع صح كنت لازم اعمل ايه يعني الوش الاولاني كده والوش اللي بعديه اعمله كده انت فاهم. ففي اوبشنات بقى تخليني اعوج نفس العوجه دي والورقه تطلع لي صح تمام. منين بقى؟ من الزرار 1 2 3 اهو تمام. السيستم لا مش السيستم معلش اللي هي اللي تحت السيستم ديت يعني انا عايز فضح وده خلي بالك يعني هو تمام. بعد كده الجنرال دي ادوس عليها وبعد كده الاختيار طبعا انا مش حافظ مسميات فايه الدنيا اخر اختيار ده ايوه هو ده كاستم فانكشن ودي حاجه بسطون. دي كده الاوبشنات اللي موجوده دلوقتي فانا هدوس على واحد فيهم اهو. دي الاوبشنات المتاحه بقى فهمت حسين. في اوبشنات بره كانت على الشاشه بتاعت وش وظهر وورقتين في ورقه واحده في اوبشنات جوه مستخبيه الله ينور عليك. فانا بختار اللي يتعرض لي بره تمام. ففي اللي هو انه يعني انا ماشي اهو ده الخطوات زي ما انت بتحسن. خدت بالك اللي هو بص الورقه معموله كده. بص دي هنا عدلت الورقه بالجنب كده تمام تمام. هنا اللي فوق كده دي اهو دوت بقى هيخلي لي الصوره تطلع ازاي.
لا المفروض ما نغيروش في المكنه تبتاع عشان زبونا صحابها متعود عليها. لا لا عادي اقول لهم ده بالعكس هم بيحبوا الحركه دي هم ما بيعرفوش بوجودها. انت لما تروح لعميل تقول له الحاجه دي يحبك ممكن يحترم فنياتك على حاجه تافهه انت فاهم. خلي بالك الحركات دي بتريح جدا انه يقلب الورق اللي جات له ورقه كبيره طويله شويه مش هتشتغل مش هفهم ليه على قلبه دي بتعرف. تعالى بص كده انا اجرب ايه عادي دي كده انا حطيت الورقه معدوله اختار اوبسن الوش والظهر ده اختار اوتو اهي اوتو دي عشان يطلع لي الوان كلر اوتو كلر تمام ام ده التصوير طبعا هي بطيئه شويه بس ايه حلوه المكنه دي حلوه تمام. بص بقى المره دي هجيب الورقه الثانيه واسيبها بعدلتها تمام اهي كده لا لا خليك كده عشان ننجل بس طالما ما الورقه قد الحجم قد المقاس مش اصغر شويه مش اكبر شويه مش مزعلاني ان انا انزل تمام لكن لو كان في فرق صغير كانت زولتني تمام تمام تغيير اوبشن الوش والظهر اللي هو يبقى مربوط على حاضرين دي حلو حته حلوه اصلا مهمه. بص بقى المره دي طلعت ازاي طلع معدول المره دي تمام نور لا ده انا عجب. عندنا انا عجبت وصلك الاخر المكنه دي شغل فيه اوبشن عدى نوع الساعه 3:10 لا عدى نوع اذن انا سمعت صح 3 يا خلاص نصور الورقه دي قبلنا نصلي الاول بعد كده نكمل في التصوير عليه. لو استاذ ملك عايز يكمل تصوير كمل فهمت الطريقه هي العلامه ظهرت تحت هنا بس المفروض بقى ايه هو تقريبا ورقتين كمان هتبدا تعمل لك لوجن تونر. لا بس انا اللي حبلوا لي اللي بورد ده برده ثاني عشان انا اجي حاضر معاكم عشان انتوا لو الحصيره في عمليه الجذب اللون من الدرام للحصيره انت عندك كل 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 درام ليه رول مختلف رول نقل فصعب البصمه تحصل مع الثلاث رولات ولا الاربع رولات مع بعض فغالبا الحوار ده يا في مرحله النقل وده برضو صعب اللي هي من الفيلم الحصيره لفين للورق يا في السخان ده غالبا واصله. ولو السير بصينا عليه لقيناه سليم يبقى هنعلي درجه الحراره بتاعت الوسط واصله عشان تزود التكفيف على ما يبدو التكفيف هنا ايه ما بيتمش 10/10 تمام. بس لما نيجي نتكلم بقى ان احنا صورنا مثلا في رينج 20 ورقه واصله ونقارن دي قبل ودي بعد مين يعني انا عايز عينيكوا تتدخل في الموضوع هنقربها كده من بعض عشان تشوفوا هل حصل يبقى ايه اللي حصل في المكنه هدى. احنا دلوقتي الورقه دي طلعت بعد ما صورنا شويه الورق اللي هو ده تمام يعني حوالي في رينج 20 ورقه كده حلو الكلام طلعت لنا ايه الورقه دي دي اهي دي تمام يعني خلال دوتت خلاص انت شايف انه اذى من انه المفروض الجديده احلى يعني الجديده احلى بس هنا بقى في نقطه اللي هي ايه شويه البهتان الصغيرين دول اللي هو بنحتاج نعلي حركه السخان عليه